السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي، وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 25 مارس 2022، دلوقتي ماشي في الميدان اللي أنا كنت صورته قبل كده في حلقة سابقة، تقاطع محور الوزارات اللي أنا ماشي فيه، ومع محور تقاطع محور الأمل اللي على إيدينا الشمال، وكنت عملت عنه أكتر من حلقة. ممكن الناس ترجع عن لفيديوهاتنا وتتفرج على محور الامل ومنطقه الام يو 23 خاصه بمنطقه المولات اللي قدام حضراتكم في الصوره دي. طبعا انا عملت قائمه كده حصرت فيها الفيديوهات اللي انا كنت عملتها عن المنطقه دي كده بالكامل، والمولات اللي فيها الناس ممكن تتفرج عليها بالكامل موجوده على القناه. هنكمل على محور الوزارات اللي قدام حضراتكم. اللي قدام حضراتكم ده كده محور الوزارات، من هنا كده بالتحديد لحد منطقة الوزارات ما بتاخدش مننا 3 دقايق بالعربية. على ايدينا الشمال منطقة الحي السكني R3، وده اول الاحياء السكنية اللي بدأ البيع فيها، الدولة بدأت تبيع فيها، وتم تسليم 2500 وحدة بس لسه لحد دلوقتي ما فيش فيها سكان. على ايدينا اليمين منطقة الميو 7 برضه، ما تكون منطقة ابراج ومنطقة مولات، وبعد منها على طول منطقة السي بي دي، المنطقة الأبراج الموجودة اللي فيها البرج الأيقوني اللي قدام حضراتكم ده كده، ومنطقة فيها 20 برج. طبعا شرحناها برضو بالتفصيل في أكتر من فيديو قدام حضراتكم ده كده. منطقة الحي السكني R3 بصراحة شكل العمارات كويسة جدا، والمكان برضو اللاندسكيب فيه من جوه كويس جدا. إن شاء الله هتكون المنطقة دي منطقة ليها وضعها بعد كده في المستقبل، لأن هي قصاد منطقة الأبراج وقصاد منطقة الـ MU7، جنب منها 3 جامعات، الجامعة المعلوماتية أو والجامعة الكندية والجامعة الأوروبية، 3 جامعات موجودين في الحي السكني R3. والجهة الغربية منها موجود منطقة الـ MU7، منطقة الـ MU23 برضو، منطقة مولات. فالحي السكني R3 يعتبر من أفضل الأحياء اللي أنا شايفه كده، هو والحي السكني R5، يعني الحيين السكنيين R3 والR5 دول هيكونوا من أجمل الأحياء في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله تعالى. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده البرج الأيقوني، بدأوا إن هم يقربوا إن هم يخلصوا الواجهات الزجاجية بتاعته. المنطقة اللي قدام حضراتكم دي منطقة اسمها منطقة الواحة، دي هتكون جزء من النهر الأخضر، وهيكون فيها منطقة خدمات، منطقة مولات برضه في قلب الحي السكني R3. زي ما حضراتكم شايفين كده المنطقة الشكل العام بتاعها بدأ يظهر في الصورة، في عمال وفي ناس شغالة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. برضو المنطقة الفضاء الصحراء اللي قدام حضراتكم دي كلها تكون منطقة أبراج، وهيتعمل فيها أكتر من برج بارتفاعات مختلفة علشان الناس برضو تبقى فاهمة الدنيا شكلها هيكون عامل ازاي. طبعا احنا متابعين في العاصمة الإدارية الجديدة من أيام ما كانت لسه صحراء، والعمارات اللي قدام حضراتكم دي كانت لسه خرسانات، ما كانش لسه اتشطبت. بسم الله ما شاء الله في تقدم كويس وملحوظ في الأعمال. أنا عارف إن في ناس كتيرة جدا عندها إحباط بسبب موضوع ارتفاع الأسعار وموضوع الدولار، وأنا شخصيا برضو جالي حالة إحباط كده بسيطة، بس لازم إن احنا نداوم والدنيا مش هتقف. يعني إن شاء الله الدنيا تتطور والدنيا تبقى كويسة وأحسن من كده إن شاء الله تعالى. واحدة واحدة الدنيا هتمشي تاني بإذن الله، يعني مش الدنيا مش هتقف. لو دخلنا يمين من هنا كده هنروح على الحيز على محور بن زايد الشمالي قدام منطقة عند المحطة الخاصة بالمونوريل. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده المسار بتاع المونوريل قدام منطقة الأبراج. هيكون في محطة هنا كده اسمها محطة الإقليمي الدائري، ده طبعا الطريق الدائري الإقليمي قريب مننا خالص في المكان ده كده. يعني احنا دلوقتي الطريق الدائري الإقليمي في ظهرنا على طول، هنلف وهنرجع تاني برضه عشان الناس تبقى عارفة. احنا لفيت ورجعت تاني برضه عشان أصور المكان. منطقة الـ MU7 دي المنطقة اللي هي الشريط الأصفر اللي قدام حضراتكم ده كده هيكون منطقة مولات، وفي أكتر من مول بدأوا إن هم يبدأوا يعمل فيه، في أكتر من مول هنا في المكان بدأوا إن هم يطرحوهم للبيع، وبدأوا إن هم يطرحوهم يبدأوا فيهم شغل حاليا على الطبيعة، وإن شاء الله مستقبلا إن أنا هنزل وأصور المكان على الطبيعة. ده كده الشارع الفاصل بين الحي السكني R3، وعلى ايدينا اليمين الجامعة المعلوماتية اللي انا كنت صورت عنها برضو فيديو من الداخل، حاجة تحفة وحاجة روعة. وبصراحة المكان من جوه اتغير تماما، صورته اكتر من مرة، صورته قبل كده وهو كان الجامعة كانت لسه عبارة عن خرسانات، وصورتها لما اكتمل الانشاءات فيها اللي على المطلع على ايدينا اليمين، المرحلة الاولى منها خلصت. بصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة تشرف. كده الحي الساكن على ايدينا الشمال، المنطقه اللي انا ماشي قصاد منها بداوا ان هم يسلموا فيها وحدات زي ما قلت لحضراتكم 2500 وحده. لو كملت على الطريق ده كده، الطريق اللي قدام حضراتكم ده كده بيوصلنا
لحد الجامعة دي كده، الجامعة المعلوماتية، في ظهرها على طول بعد منها على طول الجامعة الكندية، وبعد منها على طول برضو الجامعة الأوروبية. زي ما حضراتكم شايفين المنظر على الطبيعة، الشكل جميل جدا. الحي السكني R3 زي ما صورت قبل كده والناس عارفة، في شماله موجود منطقة المقصد، منطقة فيلات ومنطقة عمارات، قصادها على طول المدينة الرياضية. لو أنا كملت من الاتجاه اللي أنا ماشي فيه على طول هيوصلنا لحد حي المقصد. زي ما حضراتكم شايفين كده برضو اللاندسكيب والشكل الجمالي برضو بدأ يظهر، برضو في نخل وفي شجر معمول في الرصيف، في الرصيف اللي قدام حضراتكم ده كده، يعني مش نخل بس، لا هنا كمان بدأوا يزرعوا شجر بخلاف النخل اللي موجود في نص الرصيف التاني. المكان ده فيه كمية مدارس كتيرة جدا برضو علشان الناس تكون عارفة، في مدارس كتيرة جدا معمولة في المكان هنا ومختلفة، يعني في مدارس انترناشونال وفي مدارس ناشونال وفي مدارس رسمية هتتعمل برضو في المكان هنا، بحيث ان هي تبقى متماشية مع اكتر من مستوى اجتماعي. بالاضافة طبعا ان حاليا في بدأ ان هم يطرحوا الشقق الخاصة بالعاملين في الوزارات علشان الناس تبقى عارفة. التقديم بتاع الشقق مطروح من يوم 16/3 لحد 14/4 عشان الناس تبقى متابعة، يعني في تقديم حاليا للناس الموظفين اللي هيتنقلوا دواوين الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة. بدأوا إن هم يطرحوا لهم الشقق الخاصة بيهم سواء في مدينة بدر أو سواء في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكن أرسل اللي إحنا ماشيين فيه، على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، علشان الناس برضو اللي عايزة تقدم السادة الموظفين. طبعا هيجي لهم كل موظف شغال في العاصمة، هيتنقل في العاصمة الإدارية، هتجيله رسالة ان هو متاح حاليا ان هو يقدم على صندوق الإسكان الاجتماعي. زي ما قلت لحضراتكم التقديم لحد يوم 14/4/2022، يعني التقديم بدأ يوم 16/3 وهينتهي يوم 14/4/2022 علشان الناس برضو اللي عايزة تقدم او اللي متابعة معانا. زي ما حضراتكم شايفين احنا رجعنا تاني كده على محور الوزارات، ده كده الحي السكن R3 زي ما حضراتكم شايفين في الصورة ده. الدنيا كويسة جدا هنا وبدأت تمشي واحدة واحدة. اللي احنا محتاجينه ان الحي السكن R1 والحي السكن R2 والحي السكني R6 ان هم يبدأوا يطرحوهم برضو للبيع، بحيث ان الدنيا تبدأ اللي عايز يسكن يبدأ يسكن في العاصمة. طبعا السكن في العاصمة بمجرد ما الوزارات هتنقل ان شاء الله في موظفين هيتنقلوا هنا، المونوريل والقطار الكهربائي يشتغل، الخدمات هتبدأ تشتغل واحدة واحدة، وتباعا الناس بخلاف الموظفين برضو اللي عايز ينقل في العاصمة هينقل لما يلاقي الناس. طبعا بتشجع بعضها ان هي تيجي وتسكن هنا في المكان ان شاء الله تعالى. بس طبعا لسه ما خلصوش الشغل زي ما حضراتكم شايفين كده، بعض الاعمال الخاصة باللاندسكيب واعمال الطرق والحاجات دي لسه ما انتهتش، يعني لسه شغالين فيها ان شاء الله تعالى. انا نفسي برضو الدنيا تتحسن احسن من كده واكتر من كده، سواء في المجال المعمار او في المجال الزراعي. طبعا النهارده انا اتفرجت عن حلقات خاصه بتوشكا، بصراحه اتبسطت جدا ان في 400 الف فدان هيضاف للرقع الزراعيه في مصر هنا. ان شاء الله الانتاج المحلي الخاص بالقمح السنه دي بيقولوا هيوصل 10 مليون طن، وده حاجه كويسه ما حصلش قبل كده. فان شاء الله يعني حاله الاحباط اللي موجوده عندنا كلنا، يعني انا مش بتكلم عن الناس، اللي انا طبعا راجل مهندس وموجود في وسط الصناعيه وموجود في السوق وعارف ان الناس عندها حاله احباط. ان شاء الله الحاله دي تعدي، وفتره وهتعدي وازمه وهتعدي، وان شاء الله الخير قادم باذن الله تعالى، ودي مش مسكنات، وان شاء الله الوضع هيتحسن باذن الله تعالى، ونتمنى من ربنا كده كلنا يعني ان شاء الله تعالى. ده كده كانت جوله سريعه في العاصمة الإدارية الجديدة على محور الوزارات والحي السكني R3. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يسيبه لنا في التعليقات، وإن شاء الله هنحاول نرد على كل الناس.